السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءك بكل خير. شاهد قوة العاصفة الجدارية الآن على طريق الشمال حفر الباطن هجرة القلد، اليوم 9 نوفمبر 2020. عسى الله يرحمنا في رحمته. سبحان الكريم لا السالم حاليا عجاج. سليمانية الحين جاي اخبارها سكر الدرايش البيوت. سبحان الله سبحان الله. الله يستر. اللهم انا نسألك خيرها وخير ما اسلت به، ونعوذ بك من شرها وشر ما اسلت به، لا حول ولا قوة الا بالله. الله يستر المسلمين. هذه يا جماعة بالحفار الساعة 2:55 ظهرا، تاريخ 23/3. خارجنا منها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم 2/9 نوفمبر 2020. احنا الان طالعين من قيصومة فيحان باتجاه تربة، وسبحان الله قبل السحب هذه عاصفة ترابية قوية جدا، وان شاء الله يعقبها الخير والمطر بإذن الله تعالى. محدثكم سلطان القريني.
امواج قادم من الغرب بقوة. والله تشتري عيالها لوكس ولا ما تشتري؟ وراك وراك لا اله الا الله. يا ربي يلطف فينا يا ربي يا ربي يلطف فينا يا ربي 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 يا الله انا في وجهك يا الله. لا اله الا الله. هذا طريق الشمال الان كله سيير واقفه عاجل يا رجل ما تشوف شيء. عسى الله يلطف بالمسلمين. الان لنا 25 دقيقه تقريبا. هواها شمالي يا رجل شمالي رمل. شوف